للمزيد حول مباريات الشامبيونز ليج في ثوبها الجديد وبداية مرحلة الدوري تنضم إلينا من العاصمة اللبنانية بيروت ليال التيماني الصحفية الرياضية. صباح الخير. لو بدأنا بمباريات أمس، فوز منطقي لريال مدريد حامل اللقب على حساب شتوتغارت، من وجهة نظرك هل نجح أنشيلوتي في الوصول للتناغم المطلوب بين ثلاثي الهجوم امبابي فينيسيوس وبيلينغهام؟ صباح الخير لجميع المتابعين. طبعا ليلة أمس في دوري الأبطال كانت مليئة وزاخرة بالأهداف، بداية مع ريال مدريد الفريق الذي كل الأعين عليه اليوم، طبعا بعد إضافة كيليان مبابي للفريق وبعض المشاكل التي واجهت أنشيلوتي في إدخال هذا اللاعب إلى جو الفريق. طبعا مباراته مع شتوتغارت كانت ناجحة وفي النهاية حصدوا 3 نقاط وفازوا في المباراة، ولكن إذا ركزنا أكثر فسوف نجد أن الفريق الملكي استطاع التسجيل فقط في الشوط الثاني وفي نهاية الشوط الثاني ليس في بدايته حتى، كما أنه تحديدا في الشوط الأول كان فريق شتوتغارت هو الأكثر سيطرة وتحكما في المباراة. كان الخروج بالكرة أمرا صعبا على فريق ريال مدريد، وهنا نطرح الكثير من التساؤلات، لأن هذا الفريق الذي يملك هجوما فذا ومخيفا وأسماء قوية جدا إن كان في الدفاع وخط الوسط، لماذا يعاني؟ طبعا بعد اعتزال توني كروس أصبح الفريق يعاني تحديدا بالربط بين الخطوط الثلاث، إن كان في من الدفاع إلى الوسط ومن الوسط إلى الهجوم. هذا ما يعمل عليه أنشيلوتي. يوم أمس في الشوط الثاني تحسن الوضع وعمل أكثر أنشيلوتي على تحسين الترابط والتناغم بين اللاعبين، وهذا ما أدى إلى تسجيل الأهداف والتحكم أكثر بالمباراة وتحديدا بالعمل أكثر من خط الوسط. لذلك أنشيلوتي أمامه مهمة صعبة وما زالت مستمرة. نعم الأداء كان لا بأس به، ولكن ليس هذا الأداء المطلوب من ريال مدريد. طبعا مع تسجيل الأهداف والتحرك والتناغم الذي شاهدناه بين كيليان مبابي مع دخول طبعا أندريك وتواجده في أرض الملعب بالإضافة إلى رودريجو حتى فيما قبل مع تواجد فينيسيوس، نجد أن هذه الخلطة أصبحت نوعا ما تتناغم فيما بينها وستساعد كثيرا في تسجيل الأهداف وحصد النقاط إن كان في دوري الأبطال أو في الدوري، ولكن ما زال. وهذا يخذنا أيضا إلى التناغم الذي حدث في مباراة ليفربول وميلان والتي انتهت لصالح النادي الإنجليزي. كيف تمكن أرني سلوت المدير الفني من الخروج من حالة التخبط بفريقه بعد الخسارة أمام نوتنغهام فورست في الدوري وليقود الفريق إلى النصر أمس بثلاثة أهداف نظيفة مقابل هدف أمام شتوتغارت أمام ميلان عفوا؟ طبعا سلوت يعني استلم فريقا قويا جدا بعد يورجن كلوب، وبالتالي الخسارة الأخيرة في الدوري كانت هزة قوية لأنه شاهد أن هناك بعض الأخطاء التي تم ارتكابها إن كان في خط الوسط ومع تفاعله مع خط الدفاع، وهذا ما أدى إلى الخسارة. لذلك عمل على تعديل هذا الأمر، وشاهدنا ليلة أمس قوة محمد صلاح في أرض الملعب ومحاولته العدة في تسجيل الأهداف، وبالتالي هنا عمل المدرب على إضافة قوة للاعبين، عمل على تغيير التكتيك نوعا ما، لان المباراه انت لم تكن مباراه سهله وخاصه انه خارج ارضي، وبالتالي ايضا ان الفريق الايطالي ليس بفريق سهل ويملك الكثير من القوه والحده والخشونه في اللعب، وهذا لا يناسب كثيرا لاعبين ليفربول. لذلك عرف كيف يعمل على الخروج على الأقل ب3 نقاط، وهذا ما حصل خصوصا بعد تسجيل الانتر للهدف. إذن انتقالا إلى ماتش بايرن ميونخ، بايرن ميونخ وجه انذارا شديد اللهجة للمنافسين بفوزه الكبير على دينامو زغرب ب9 أهداف مقابل 2. كيف رأيت المباراة التي أصبحت من ضمن الأرقام التاريخية ودخول هاري كين تاريخ البطولة ب33 هدفا حتى اللحظة؟ دائما ما بايرن ميونخ يكون لديه عدد كبير في السجل التاريخي بالأرقام القياسية. مباراة الأمس أمام دينامو زاغرب كانت مميزة بتسجيل الأهداف الكثيرة، وأهم ما حصل التناغم الكبير بين اللاعبين، وهذا ما كان الجميع ينتظره. عرف كومباني كيف يسيطر على فريقه، وضع تكتيكا رائعا، شاهدنا تسجيل أهداف بطريقة سريعة، الانتقال بالكرة
الحصول على الكرة والضغط الكبير على الدفاع دينامو زاغرب أدى إلى ارتكابهم الكثير من الأخطاء وبالتالي تسجيل باير العديد من الأهداف. ولكن المشكلة التي شاهدناها جميعا وما زالت موجودة مشكلة دفاعية كبيرة في باير مع خروج مانويل نير ودخول أوريج، تم تسجيل هدفين الحق على الحارس مانويل، ولكن بنفس الوقت هناك فجوات دفاعية كبيرة وأخطاء من بعض المدافعين أبرزهم أوباميكان بالإضافة إلى كيم، وبالتالي على كومباني العمل كثيرا على الخط الدفاعي تحديدا، لأنه في المباراة القادمة أمام برشلونة وأي فرق أخرى كبيرة سوف يعاني، لأن دينامو زاغرب نعم هو فريق في الأبطال ولكن ليس من النخبة وليس في من الصفوف الأولية، وبالتالي أمام أي منافس أقوى سوف يعاني الدفاع. طبعا باير ما يميزه كثيرا الهجوم القوي، إن كان مع هاري كين لدينا موسيالا بالإضافة إلى الفرنسي أوليسي، هجوم مخيف وحتى أرقامهم عالية جدا يخافها أي خصم، وبالتالي باير يدخل بقوة كالعادة على أمل أن يستمر بهذه القوة طيلة البطولة. نظرا لضيق الوقت سؤالنا الأخير هو توقعاتك لمباريات اليوم وخاصة اللقاء المرتقب بين مان سيتي وإنتر ميلان والثأر المنتظر. بالطبع يعني مانشستر سيتي هو من الفرق القوية جدا، بيب غوارديولا يملك تشكيلة متناغمة يريد تحقيق الفوز على الإنتر بدون أي شك وباستطاعته، لأن كما نعلم أنه يملك الكثير من الذخائر في فريقه، كان من دي بروين وتحديدا إيرينغ هالاند الذي يسجل العديد من الأهداف في المباريات. لن تكون مباراة سهلة لأن الخصم ليس أيضا بالسهل والصعب وسبق وخسر أمامه، وبالتالي سوف تكون مباراة لن أقول كثيرا متوازنة، ولكن من الممكن أن يكون هناك مفاجآت، ولكن الكفة طبعا تميل لمانشستر سيتي بقيادة بيب غوارديولا وطبعا إيريك هالاند الذي يريد بكل قوة التسجيل في دوري الأبطال لمنافسة كيليان مبابي تحديدا بعد أن سجل ليلة أمس. شكرا جزيلا ليال تيماني الصحفية الرياضية، كنت معنا من العاصمة اللبنانية بيروت.